ثورة الرابع عشر من فبراير المتواصلة في البحرين منذ قرابة 7 سنوات تلازم ذكرها مع ذكر جزء عزيز من أرض البحرين عرف بشموخه وعنفوانه وتصديه للطغاة الظالمين الذين ابتليت بهم أرض أوال. إنها جزيرة سترة التي اكتسبت لقب عاصمة الثورة التي تأبى الانكسار والاستسلام. لم يستسلم أهلها لمرتزقة العائلة الخليفية الحاكمة ولا لقوات آل سعود الغازية التي احتلت الجزيرة في مارس من العام 2011 ونكلت بأهلها الأباد. فسترة الصمود التي يعشق أهلها الحرية لم تعرف إلى الخنوع والاستكانة سبيلا، برغم عشرات المعتقلين من أبنائها ممن زج بهم النظام الحاكم في السجون، وبرغم دماء الشهداء الزاكية وآهات الأمهات الثكالى وأنين اليتامى، إلا أن سترة لم تهدأ يوما ولم يتوقف شبابها عن التعبير عن غضبهم ضد النظام المتغطرس ورأسه حمد الخليفة الذي نال شرفه أن تداس صوره بأقدام الستراويين. تعرضت الجزيرة إلى هجمات عسكرية متعددة قادها مرتزقة النظام، وآخرها التي تشهدها الجزيرة منذ يوم السبت الماضي، حيث تم اعتقال كل من تقع عليه أعين المرتزقة. غير أن سترة التي أعجزت النظام لسنوات خلت، وخاصة السنوات 7 الأخيرة، أصبحت صخرة تتحطم عليها مخططات الخليفيين لإجهاض الثورة، ولن يهدأ لأهل سترة بال حتى إسقاط هذا النظام الذي نكل بأهل البلد الأصليين وباع البلاد لأسياده في الخارج وتحول إلى عبد ذليل لهم يوجهوه كيفما يشاءون لمواجهة أحرار البحرين.